صباح الخير مرة جديدة بها الأسبوع مشاهدينا اللي عم تحضرونا بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم. أنا بوجه لكم تحية وكمان بدعيكم مرة أخيرة بها الأسبوع كرمال نقدر نتمرن سوا، نرجع نكمل البازل اللي بلشناه نهار الاثنين. هذا التدريب الممنهج اللي دايما نحن بنحكي عنه، هذا التمرين اللي دايما منحطه إذا بدكم على ورقة ومنحطه ببروجرام ومنشتغل عليه. اليوم آخر حلقة من حلقات التمرين اللي رح تكون بتاعنا بعضلات الشولدرز، عضلات الكتف. أنا معي إيمان كمان على السات لحد ساعدني، لأنه اليوم كمان part of special ladies أنا بدي أقدم هالحلقة لرومي يلي عم تحضرنا هلأ أكيد، ولح تجرب تاخد تيبس من هيدول الموفز اللي احنا عملهم كرمال نقدر نسير عم نتمرن بطريقة صحيحة، لأنه الشولدرز عضلات كتير مهمين والاهتمام فيهم شغلة كتير مهمة مثل كل عضلات الجسم. شغلة تانية بدي أحكي عنها قبل ما بلش هي الإيفنت اللي اليوم لح نكون فيه بحديقة جبال العامة بالواغن بارك، لح تكون دعوة عامة لكل العالم بين الأربعة والستة بعد الظهر كرمال تجوا تعملوا multiple choices of classes، تعملوا كتير classes، تعملوا رياضة دعوة عامة لكل العالم. دائما بكل events أنا يلي بكون فيها بس بقلكم جيبوا منشفه لأنه حتى المي بكون مأمن. بدعيكم كلكم لتختموا أسبوعكم الرياضي بطريقة كتير منيحة. خليني انتقل قبل ما بلش مع إيمان لا صورة بتفرجينا عضلات الشولدرز مقسومين مثل العادة، أنا بقولكم دائما لثلاثة أقسام، قسم أمامي، قسم هلأ بنرجع نشوف الصورة بعد شوي، قسم أمامي، قسم الوسط، قسم الخلف. إيمان كيفك اليوم؟ ليش بحكي كثير عن الشولدرز؟ الشولدرز هن من اهم جوينتس بالجسم يلي بيتحركوا بكل بلينز، اكثر اذا بدكم جوينتس بالجسم بيتحركوا. انا بعطيكم مثل، اذا بدي اعمل فرونت، لاترال، اكستنشن، اوفر هيد، سيركلر، بكل المجالات رح نشوف الصوره هلا، عضلات الشولدرز بيتحركوا بكل المجالات او مفصل الشولدر. طيب، اذا كان هيدي الاريا ضعيفه دائما رح تكون معرضه وسنسيتيف للاصابات. كيف نحن بنقوي هيدي الاريا؟ بنقوي المسلز اول شيء، من اول ليجمنتس، من اول تندنس، من اول روتيتر كاف اللي هي بتلعب دور كتير مهم لتثبت الكتف بمحله. باعلى عظمه الايد في مثل طابه كبيره وفي سوكت، طابه بتكون حجمها كبير مشان هيك بتتحرك بكل المجالات، وهذا الشيء نحن لازم نشتغل عليه. رح نشتغل بيزكس اليوم، رح نقعد على الفتنس بول مع ايمان، كمان نحكي إذا بدكم posture culture، وبتكون هلأ رومي كمان عم تحضرنا. رومي إذا بدك بلشي معنا، إذا كنت عملتي warm up و stretching كرمال تقدري تستفيدي من الحركات قد ما فيك. overhead press بالدمبلز، اوكي، start position اللي حتكون هون، دائما في start position بالحركات اللي بنعمل فيها. أنا رح استعرض شوي، بلش بإجريا لإيمان كيف هني parallel وعلى قد الكتف تقريبا، كيف الكافز منو دقين بالفتنس بول، معدتها كيف جلسة دقنا عالي، ومن هون لح تأدي 12 مرة. Let's go. فيك تنزلي بعد أكثر لتحت and up. الكوع انزلي إيمان شوي، ما لازم يرجعوا لورا، لازم يكونوا هون. Let's go. 2 3. ما لازم يكون في كمان hyper arching بالظهر، natural alignment منسكرون بالآخر. 5 6 7. المعدة دائما مشدودة. 8 9 and 10. 2 more to go. 1 and 2. أنا هون ما عم ساعدها لإيمان، أوكي and stop، ما عم ساعدها لإيمان لا باللود تبع الوزن تبع، أنا بس عم بحط إيدي كرمال يكون دائما محافظ على البالانس تبعه وعلى السيمتري تبعه. وهيدي أهمية المدرب لما يكون عم بيعمل personal training أو لما يكون عم بيعمل coaching لحدا، لازم دائما يكون قريب من الشخص، يعمل interfering من كل أنجل ممكن يكون حوالي للشخص عم بيشتغل. إيمان رح توقف هلا عن الفتنس بول وهي واقفة بنفس الدمبلز من هون، اجرين بارالال إيمان، ركاب شوي مطعوجين، المعدة مشدودة، وبشدد كل يوم إنه المعدة دائما مشدودة يعني كونتراكتد وعم تشتغل مع الحركة اللي نحن عم نأديها، لأنه الأبز هن عضلات تايب 1 مسلز بيساعدوا بكل الفانكشنال موفز اللي نحن ممكن نقوم فيهم بحياتنا الطبيعيه. مش حيصيروا قوية الا ما بنعمل اذا بدكم اويرنس لعقلنا انه دائما هالعضلات يكونوا انجيج بكل الحركات اللي بنعملها، وخاصه اثناء تاديه الحركات الرياضيه. من هون لاتر ريز، دقني عالي، اب اند داون، يلا 1 بطلع لهون، 2 المعصم تبعي لازم يكون الاين مع الكوع، ما لازم يكون بهالطريقه نازل لتحت. 3 رح ادعي ايمان انه تتبسم شوي، اليوم كثير سيريس عم تتعلم من رانيا. كمان 5 مور تشين اب، 1 2 3. رانيا على الايباد هلا عم بتشوف اهم ويب سايت للتمرين الرياضي شو ممكن يعطيها. 2 مور او عم تشوفي فاشن
and relax. Great. بياخد نفس. لحدلني بشي اسمه lateral moves. بس هالمرة مع الرابر باند. لحفرجي الحركة. رومي انت كنت طلبتي رابر باند تريننج. لحفرجيك هالحركة كمان باللاتر ريز. انا لحدعس بالنص هون على الرابر باند. هلا هون بتشوفيها بالستارت بوينت لازم تكون جالسه 100%، ومش هذا الكيس هلا. مش هيك انا اقدم اجري لقدام بشتغلها من هون لاترال ريز. بعد شوي رح غير الانجل تبعي بستيب كثير بسيطه، رح اقدم اجري لقدام بعد ما اجري كانت هون ورا. يعني بكل بساطه انا عم ادي الحركه، اديها الحركه لخمس مرات، بعمل ستيب لقدام، صارت اجري قدام وبقدي الحركه كمان. وهيدي الستيب هي كثير ضروريه كرمال انا غير الانجل تبعي. ريدي؟ يلا. الحركه تبلش بطريقه صحيحه، لازم الرابر باند بالستارت بوينت تبعها تكون اكستندد 100%. تاني ميل بنص الاجر. اكزاكتلي. سكويز يور ابس، تشين اب، كيب سمايلينج، اند ليتس جو. 1 2 برافو 3 4 and 5. هلا ستيب لقدام. جريت. اند جو. كمان نفس الشيء، شد المعدة. واحد، مش كثير لورا. اثنين، ثلاثة، طلع قدامك. أربعة. One more. Five. اوكي سويتش. لما أكون عم بشتغل أنا هون، الإيد ما تكون لورا راجعة، بالعكس الإيد من هون تكون على نفس البلاين اللي عم نشتغل عليه. لكن up and down. One. 2 3 4 5. ايد على الخصر. 5 step forward. كمان وسع شوي صغيره. 1 فيك توسع بعد ايمان. 2 3 4 و5. بيرفكت. يلا سويتش. بنروح لغير حركه. رح اشتغل على الباربل هلا، ورح خلي ايمان هي اللي تشيل الباربل، لانه بعرف بركي انتم تكونوا عم تقولوا انه كثير هيك، بس تعمل بيك اب انا لحي الله انسترومنت او لحي الله ايتم بيتعلق بالفتنس، كمان في كلتشر معينه، ما في استعمل ظهري، معقول يكون وزن كثير خفيف واعمل انجري. واليوم انا بدي اقول كثير من السخافه انه اعمل انجري ببرا، اذا بدكم الحركه هي ذات، يعني هو ما لازم نعمل انجري ابدا، ولكن اذا انا بحط دمبل محله بطريقه غلط، عم بعمل بيك اب لدمبل بطريقه غلط وروحت حالي هون، انا رح اكون عم بشتغل بطريقه شوي حرام الاصابه تكون. لكن على وسع الكتف بننزل لتحت، استعمل اجرينا، بيك اب لفوق. اوكي هيدي فيز 1. فيز 2 باخذ البوزيشن اللي انا بدي بلش فيها، ستارت بوزيشن 3 الاجر لورا من هون. رح نعمل حركتين، رح فرجيكم اياها بطريقتين، وايها افضل انكم تعملوها. مش رح اقول غلط وصح، لانه انا برايي ما في غلط وصح، في اي عنده هاي ريسك اوف انجري، واي عنده فيري 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 ليميتد ريسك اوف انجري. نطلع لفوق ايمان بليز، وبننزل بنعمل بريس وحده. تشين اب، اطلعي لفوق بليز، نزليها بيهايند يور باك. شوفوا كيف بطل في الاينمنت، لاقدر انزل وعليها خلص، لاقدر انزل بطريقه صحيحه. اذا بدك ترخي شوي لنزليها لتحت، لا بس ايه بس هون لاشرح شوي، لانه اذا انا عملت ببورشر صحيح ونزلت على شيء اسمه كلافيكل هون ورجعت طلعت، انا بعدني قادر سيطر على الالاينمنت تبع الابر بادي تبعي. لما صير انا لورا والرقبه صارت لقدام وهيدي البريشر كلها عم بتصير، ما في ناتشرال الاينمنت لا للسيرفيكال بارت ولا لكل السباين، مش هيك انا وضعيتي منا سليمه لقد الحركه، وهذا الشيء منه محبز ابدا. ات كان ليدز تو انجريز، بهالطريقه بتودي لريسك كثير كبير للانجريز. لكن ايمان نرجع للستارت بوزيشن. And we go for 12. ذكري دائما على الكلافيكل هون. يلا ليتس جو. 1 كيب سمايلينج ايمان. 2 المعده دائما مشدوده. 3 4 كمان. 5 6 اعلى شوي صغيره. 7 8 9 10. 2 more to go. You have 2 more to go. 1 and 2 and 2. لحساعدك انا كرمال اخد عنك الباربل، بتريحي حالك شوي، شوية stretching من هون. stretch yourself قبل ما نرجع للدمبلز ونرجع نشتغل على front raise. hammer front raise من هون. رح نعمل single single
and you know the rest. لا من هون جالسة لفوق. معقولة انجل صغير من غيره تختلف العضلة؟ يعني إذا أنا بدي أعملها جالسة لفوق عم بعمل أنا دلتويدز وفرونت دلتويدز أكثر، إذا أنا عم بعمل هون من الكوع تغير الأنجل وتغير توتالي الجوينت اللي عم بيشتغل، فمشان هيك الجوينت أكشن لما يتغير صار في تغيير بالعضلة هون صار اسمها هامر كيرل وهي للبايسبس، فلازم الإيد تكون اكستندد وجالسة لتطلع لفوق. كمان وي جو. هلا رح أحط ستوب هون، رح أعمل سينجل سينجل دبل دبل هلا بالايدتين، دبل تشين اب دبل، بسكرهم شوي لقدام اكزاكتلي. سنجل سنجل دبل دبل مور اند مور، سنجل سنجل دبل تو مور. بتكون هيدي اخر حركه، ما بعرف اذا بعد معي وقت ولكن بعد في عنا بنقدر نعمل حركه دبل اند دبل لاست تايم. سنجل سنجل دبل اند دبل. عظيم، باخذ نفس رح ارجع اقعد على فتنس بول. عادي بليز ايمان ستريتش كمان مره جديده من هون ذس واي ستريتش ات بيرفكت. لنوع شوي هلا، وان ارم اوفر هيد، ايدك على خصرك تاني ميل، اشتغلناها دبل ارمز، هلا وان ارم، بس الفرق هلا انه رح اعمل انا ونازل بنزل لتحت بعمل روتيشن وبرجع بطلع لفوق. هون شوفوا الكوع وقتا ينزل ما عم بعمل انا ريجولر بريس لانه الكوع لبرا، عم بعمل روتيشن انا وانزل لتحت وارجع اطلع لفوق. واحد جو اهيد، اثنين، ثلاثة، فول روتيشن وأول ذا واي فول روتيشن، يعني مش بعمل روتيشن فوق وبنزل برجع بطلع بعمل روتيشن، أنا ونازل رح أعمل روتيشن وأنا طالع رح أعمل روتيشن. 6 مور، 1، 2، 3، 4 and 5، 5، 1 more، 6. Great. Switch please إيمان. Up and down. هيدي الستارت بوزيشن. كل حركة لما نبلش عندها ستارت بوزيشن أو ستارت بوينت بنبلش فيها. واحد. اثنين. ثلاثة، في انزل أكثر بعد. شوي صغيرة. أربعة. خمسة. ستة. 6 more to go. سبعة. 8 9 10 2 more to go and 2 perfect. هون بياخذ نفس عميق 3 مرات انا واجري على ركابي، برجع بعمل ستريتش شوي صغيره بنفس الحركه، بياخذ نفس عميق وبفضي، بضل البوستر تبعي صحيح، معدتي بتضلها مشدوده، الاجرين بنفس البوزيشن، بغير لتاني ميل. انا بدعيكم اكيد لليوم تكونوا حاضرين بالواجن بارك بجبال من الساعة 4 للساعة 6 بعد الظهر، رح شدد ما عليكم الا انكم تجيبوا المنشفة تبعيتكم. اكسلنت كلاسز رح يكون، جو كثير رح يكون حلو، في عروضات بالفنون الايطالية، في اشياء كثير منيحة، نجرب قد ما فينا نعمل اذا بدكم اويرنس لكل العالم انها تعمل رياضة حتى لو نهار السبت. هيدا النوع لكل الناس اللي بيكونوا راحوا على الجيم بقلب الجمعة بنص الاسبوع، فيهم يروحوا ليعملوا شيء اوت دورز لانه الحديقة كتير حلوة كمان وكلها خضار وكلها محل كتير منيح، واليوم الطقس حلو كمان، بقول لكم مشان هيك لازم تكونوا حاضرين. كمان إن شاء الله تكون يا رومي أخذت الاستفادة اللي بدك إياها، أنا بشجعك دائما تتمرني أكيد، تختاري المكان المناسب ودائما تتمرني فيه وتعملي النتائج اللي بدك إياها. رح أنتقل هلا لعند زميلتي رانيا. يعني نيالك يا رومي عن جد؟ فظيع أنت أمين، مش معقول يعني الدقة بالتعليم. It's part of هيك awakening people ليكونوا عم بيتمرنوا دائما.
العالم بدها بوش دائما. بس امين عن جد يعني التفاصيل اللي بتعطيها انت عم بتعلم قد ايه بيفهموا العالم وقد ايه بيصيروا دقيقين وما بيأذوا حالهم اهم شيء. هيدا الدومين ريليتد للإدوكيشن 100% صحيح 100% وايمان دايماً. وايمان تلميذ كثير دقيقه أكيد. كمان ايمان بعدين ملبقين اساميكم امين وايمان ايمان يعني بالصدفه صدقيني بس انه انا دائما بتعرف اليوم كثير في حضور صار بفقره ورك اوت لنجرب قد ما فينا ننوع لنجرب قد ما فينا خاصه اذا كانت سبيشال ليديز انا ايمان كثير بتساعدني تعطي الامج عن المراه اللبنانيه اللي بتتمرن طبعا. اللي هي عاده بالمجمل المراه اللبنانيه ما كانت تعطي هذا الشيء هلا كثير عم يتغير كثير بشوف انا ناس كثير هلا صاروا بيتمرنوا والاهم من هيك انه بيتمرنوا بطريقه صحيحه وهذا الهدف انا ما زالك فتحت هذا الموضوع انا بدعي العالم يلي بروح على النوادي ما ينجروا ورا المنشطات ما ينجروا ورا الدارك سايد اوف ذا امبروفمنت لانه بكل بساطه فيكم بلا امور سيئه تكونوا عم تتمرنوا على كل دائما انت بتشدد على هالموضوع انا دائما يعني. بهذا الموضوع لانه بالدومين تبعي بشوف مجازر عم بتصير وكمان ينعرف امين انه كل انسان عنده تريننج تبعه مش كل الناس فيهم يعملوا طبيعي كل انسان بيختلف عن الثاني مثل البصمه كل انسان بده بروجرام له كل انسان بده طريقه معينه للتدريب له ما في شيء معمم على كل العالم وخاصه بشغلتين اساسيه بكل شيء بيتعلق بالدايت بالنيوتريشن كل شيء بيتعلق بالتدريب الرياضي فلما يصير هذا الشيء معمم اليوم بكون عم بكون مشكلة أنا بدأ الشباب ما ينجروا وراء اللي بيعملوا بروموشن للأبيوز أنا مش عم أقول منشطات الأبيوز تبع المنشطات على أنهم هن بشهر واحد ممكن تعملوا ممكن تعملوا أنا بقلكم بالسنة بركي فيكم تعملوه يلي بتعملوه بشهر ولكن بفرق كتير كبير أنكم بتحافظوا بكل بساطة على حياتكم ما حدا بده يكون كتير منيح لفترة معينة وبعدين يرجع يكون منه مزبوط بحياتك يعطيكم الف عافيه الله يعافيك وايمان امين ميرسي لك جاي اليوم الاربعاء للستة انت قلتي لي بدك تيجي على بس لانه بجبال يمكن اجي طيب يلا اوكي جت فيت ستي فيت وهاف ا نايس ويكند